السلام عليكم، كيفكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راح كان فيديو جديد، انا اخوكم احمد قناه امير يوتيوب. كيفكم شباب؟ يعني اول شيء انا بتشكركم كثير كثير، الله يكرمكم ويعطيكم العافيه، الف عافيه. ومعلش تحملوني هيك تعفيس، هذه كثير ما بعرف احكي زياده. الله خلينا اياكم شباب، احلى شباب. وانا اول شيء بتشكركم كلكم، يعني ان كان شاب او بنت، ساعدوني واشتركوا معي ودعموني باللايك او بالاشتراك او بالتعليق الحلو، فانا بتشكركم كثير والله. كفو عليكم جميع، ما حدا قصر معي، ان كان دخل معي من العالميه او من طرف ابو عمر او من طرف اي شخص مثلا، انا بتشكرك كثير. شكرا لك، شكرا لاشتراكك، والله يعطيكم الف عافيه. اليوم يا شباب مقطعنا راح يكون سحب من التعليقات، وراح انزل جيم رانكد. ملينا جيم رانكد، ما هيك شايفكم؟ نغير ننزل كلاسيك واد، خلينا على رانكد ما هيك. يلا طبعا هلا خلونا نشوف مين فاز معنا من التعليقات ومن الشباب او البنات اللي علقوا بالتعليقات. رح نشوف نختار شخصين، طبعا سحب عشوائي، وخلونا نروح نشوف مين سعيد الحظ، ويلا نروح للمقطع. طبعا شباب انا هلا رح انزل جيم رانكد، والتحدي اليوم رح اكون والتحدي اليوم رح يكون اني افوز بسلاح واحد، فالله يكون في عوني. يعني الوضع سيء، يعني انا خلق بألف يازور فزت بالفيديو السابق، خلاص شلون بدي افوز؟ ماني عارفين، خلونا نشوف شلون بدي افوز. والله ما هيئتي، اظن انه هي رح تسحب سلسلة يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله بهالمقطع نفوز نحن وحظنا. شباب واخيرا نزلوني برمودا بيدهني. بعد زمان قدام الكاميرا بنزل برمودا. غريب شلون ما حطوا لي برمودا الجديدة. ننزل بوشنيك ولا نروح بيك؟ بما انه تحدي سلاح واحد، يلا بما انه خربانة وخربانة خلونا ننزل بيك، وخليها ترحب بيك وتقول لك هلا بيك. يا يمه بايش بدي العب سلاح واحد؟ عجب، في عندي واحد راح العب باليوم بيك. في عندي واحد فتح صندوق، ايش فتح؟ ابلع والله كان شامي يا شباب، وربي مع انه بلعته هيت، والله كفو علي. طبعا انا راح العب باليو ام بي بس فقط لا غير. ايش القصة؟ العالم بطلت بيك يعني ولا ايش؟ مشان لا 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 طول لي بالك يا حبيب قلبي. والله مبينتك لعيب. هو فوق حلو، هذا 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 شفتك شفتك. كيف اعطيته هيت؟ بس ما عندي طلق احمر اني اقدر اعمل عليه. والله اقولكم من جيبه يا شباب، انا رايح اجيب طلقات حمر ليروح يشيلني. No God! No God please no! لا 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 درعم درعم، اكيد درعم علي، فجر لهم فيني مثل ما توقعت. يقولك انزين يا حبيبي انزين، خلونا نلعب عليه شوي. نلعب ذكاء وتكتيك. ديسيت سكواد مباشر درعم علي بعد ما فجر فيني اللغم، على اساس انه انا ضل بالك عم بستنى ليجي. شايفينه من الشباك؟ هذاك هذاك هو. روح روح روح، يكون ماشي سلاح بلي هالسلاح. خلي يجي عنا، خلونا رحنا دورنا على طلقات، هلا بنروح ندرعم عليه. بس خلونا نكبل الانفو. جاهزين؟
رايح ابلع واجي. لا لا طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك. هذا هو بنت وهو خلينا نعبي دم. استنى علي شوي. كيف شلونك؟ تمام؟ ايه مخرة. نعم انها المخدرات. شايفين شقد مروع اليوم. الله وكيلكم. لا طول بالك طول بالك. عندي شو طلع من صار. ما عندي غير يو ام بي وربي حرام. حاسوا عارفين ربي. ايمو زبالة يا شباب. ايوه في واحد تاني بالبيت. يا السطح هو يا البيت. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ اذا من خاطر هذا التاني حلو. يا يما في ثلاثة. خلونا نطلع من المنطقة شوي نبعد. نروح نقتل هذا ملتهي. يعني ملتهي ملتهي مو شايفني. خلونا نغدر عطول بنغدر. الله ياخذ. لك انزرح يا كلب. كف بدل درع. خلونا ادرعم عليه. شو رايكم؟ ابلع. صحيح ما في هيك بس والله بربي اسطوره انا. بس ما معي طلقات. شو بكون معي طلقات احمر؟ ولك عنده ثلج ما عارف يحط ثلج. بدنا طلقات حمر يا شباب. انا لحد الان ما استخدمت غير اليو ام بي. طبعا انا اخترت اليو ام بي بما انه بصلح شوي يعني المسافات بعيده فيه هيت حلو. الشباب كله قلق على اليو ام بي. هلا ما شاء الله هون طيروا لي الخوذه. واخيرا بصير اشيل اثنين يو ام بي. والله ما بصير. تحدي تحدي ما بصير. لا ايه لا لا ايه لا زمتنا بين معنا. انا وين رايح الزون؟ اي يما الزون وين وانا ورايح وين؟ بس خلي يروح الدنكر. حسي بعرفه لانه حسبي الله ونعم الوكيل. بس خلوني اضبط الاعدادات لحظة. جمع التلقائي لازم اوقف الكلب. انت عيني الشباب بربي مبين مو مبين علي اني راح اجيب الجيم. لانه انا اخر كل جيم على طول ما بعرف العب. ليش ما بعرف؟ خلص ما دام فزت اول مرة قدامكم يعني صار الموضوع ايزي. حلو طلعنا 35 بالراس. بس انا غبي ليش ضربت عليه؟ طالع حالك شوي. رن شوي نهرب. لا 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 لهزيمة ثلثين المرتبة يا شباب. بربي شني 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 كان بديني والله العظيم كان شني. خلونا نلحق ننفض بريشنا. تعال لي هلا تعال لي كانك زلمه. والله شلي الخوذه كان شاني وربي. يا غبي انا مو ورا الثلج. خايف ما اكل طلقه من وراي غدر.
تعال. ولا في اثنين مشتبكين مع بعضهم. حلو، ماذا نفعل الآن؟ نعمل هيك. وينه؟ وين؟ يا عيني ده اتصدم. لا 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 يا كلب، ايه مالك كده هون؟ ايه ما جيت لهون انت؟ حلو واحدة معي. حلو، خلوا من ورا. طير 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 على السريع. بلع حتات. طيبة طيبة. يا الله غبي انا وربي، درعمت مثل البغل. ده انت مسخرة. سكواد سكواد العب. اخر جيم شباب، معلش اخر جيم، بعدين بنروح للسحب بنختار شخصين نشوف. بس بما ان طلعت هيرو، والله يا شباب برب اليوم جارينا رضياني علي عتنزلني برمودا ما في بالعاده يعني. طبعا شباب مثل ما شايفين انا قررت اني العب بسلاح راح يكون نار، واللي هو شتجر طلقتين. بتصدق والله يعني انا بحب العب بسلاح كثير وقليل ونادرا ما يطلع لي. سبحان الله على التحدي طلع هذا السلاح الشتجن، والهيت عندي بالشتجن نار. سلاح عفوا شلنا هذا سلاح بالغلط للبربر، شتجن بربر. ليش شلت الكاتم انا؟ وربي اني غبي. خلونا نمكس الدرع بسرعة، في عالم قد مش شتكي. حلو، لازم ادرعم. هذا واحد شفتوه. تعال وين رايح؟ ما بحسن اضرب عليك من هون. تعال شوي، بس شوي. استنى 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 استنى. الله ياخذ الايم الخايب. حلو، بلع حيط خالص. والله اسطوره انا وربي. ايزي ايزي. صحيح هو بوت. لا لا في واحد. يا شباب وربي دمه طلقه بيديني. ما بحسن اضرب عليه من هون من هالمسافه هي. في عالم كتير. ابلع ايزي. وين رايح بس زحمة؟ معي شتجن طلقتين، درعم علي هيك بالسرعة. سرقولي كل وربي يا شباب سرقولي كل. صدقا بلعته هيت. حسبي الله ونعم. حرامية كلات. على اساس انا اسطورة يعني. هيك لوتنا يعني جيد. الجيم بتجيب باذن الله يعني. بس هو ما يصغر الزون علي مثلا عضمه ربي. فلجني، فجر جنبي، السماعات في اذني فلجتني. الله وكيف. ايه ايش كنت عم بحكي؟ يلا مو مهم. هو بس ما تكون مثلا منطقة الزون فاضية ساعتها انا اكلت هوا. بتعرفوا ايش بدي اكل بس يعني خلينا على الهوا احسن. والله شلون اللعب؟ شلون هالتيت؟ قلت لكم مسألة هيك يعني جيم جيمين مو اكثر. اسلخ. يلا انا بجيك، انا بجي لعندك، عندي سلاح قريب، انا بجيك بشواربي. هو بالبيت. Thank you.
سوي له حركة ابلع. لا 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 في واحد انا حرك 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 يا حمار. والله كان شامل كثرت هي علي يا شباب. كم واحد كم واحد طلعت من اثنين وربي كان شاني ما منتبه عليه. بس ايمو كان اكثر من انه خرا على البعض. لازم اقدر اسرع. يا خرا شنو هذا؟ خلص خلص حاج لهون شباب يعني. وربي بدعت بالجيم بس كفوا علي يعني. خلونا نروح نعمل السحب نختار شخصين. الله ياخذك وياخذني شمالي. خلونا نروح للمقطع نشوف مين فاز معنا. يلا طبعا شباب مثل ما حكينا راح نعمل سحب حاليا من التعليقات وراح نختار شخصين. فبنقول بسم الله. طبعا انا عملت فلتر لانه في تعليقات مكررة كتير. اهم شي ما تنسوا الصلاة على النبي. احمد اف اف حلو مكتوب استمر وهي الاي دي تمام. هلا بتأكد كمان من انه جايب شخصين ولا لا. طبعا شباب هلا راح اختار الشخص الثاني ونقول بسم الله. طبعا يا شباب مثل ما شفتوا الشخص الثاني اللي فاز معي هو شاهد احمد. كمان راح اتأكد من انه جايب شخصين ونقول مبروك عليك كمان. وعلى ما اظن انه حساب شاب هذا مو حساب بنت. وخلونا ننهي المقطع. ما تنسوني مدعمكم بالاشتراك واللايك حبايب ويلا سلام.